السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي ولا حتى أولياء التلاميذ اللي راهم يشاهدوا فينا. معكم الأستاذة ياسمين وأبنائي. إن شاء الله اليوم راح نكملوا سلسلة تاع الوضعيات الإدماجية على الحيوانات. هكذا إن شاء الله أبنائي في الفرض ولا الاختبار أي حيوان إن شاء الله يطيح لكم راح تعرفوا كيفاش تعبروا عليه. إذا لهنا بين قوسين راح نديروا غير اللي يقدروا يطيحوا لكم، دونك لي زانيمو تاع اون سانكيام اني، معناتها اللي راح يكونوا في البرنامج تاعكم. دونك ابنائي ان شاء الله اليوم الرابع راح نشوفوا لوتروش. سي كوا لوتروش؟ سي النعامه. دونك يلا نشوفوا كيفاش نقدروا نعبروا عن النعامه اذا جاتنا في الفرض ولا الاختبار. دونك لوتروش اي ان غرو وازو، معناتها النعامه هي طائر كبير جدا، مفهوم؟ الا بيت dans la savane d'Afrique، ما عندها نصيبوها تعيش في السافانا. وين جايه السافانا؟ في افريقيا. elle a deux longues pattes، ما عندها قائمتان طويلتان. point elle est incapable de voler، ما عندها هي لا تستطيع الطيران رغم انها من الطيور. mais elle se déplace très vite، صح هي ما تقدرش تطير لكن تقدر تتنقل بسرعة جدا، ومعروف باللي النعامة عندها سرعة كبيرة جدا. دونك سي لو بلو رابيد دو تو لي وازو تيغستر، معناتها تعد هي الحيوان يعني الطير الأكثر سرعة ولا الأسرع في العالم، معناتها في التيغستر معناتها اللي يكونوا على الأرض يمشوا على الأرض. اوكي دونك هذه هي ملاحظه فقط. نقدروا هنا ثاني نزيدوا باللي سوفاج، ونقدروا هي من المستحسن ان هنا نكتبوها لوتروش ايتان انيمال سوفاج، ومن بعد نزيدوا نكملوا بقيه التعبير هذا. لانه علاش في التعبير تاعكم ابنائي نشوفوا واش تحسبوا، تتحسبوا اذا كتبتوه سوفاج ولا دوميستيك، معناتها اسكو سوفاج ما نقدرش نربيه ولا دوميستيك نقدر نربيه. تتحسبوا باللي تكتبوا وين تعيش، اوكي تتحسبوا كذلك انه تعطوا مثلا الطول تاعها اللون تاعها اتسيتيرا، اوكي وبعض من صفاتها واش ياكل، مفهوم ابنائي؟ دونك هذه بالنسبه لوتروش اذا قلتنا طاحت لكم ان شاء الله في لو ديفوار ولا الكومبوزيسيون تاعكم. دونك ان شاء الله الفيديو تاع المره القادمه راح نكملوا ان شاء الله بقيه لي زانيمو اللي يقدروا يطيحوا لنا في السانكيام اني بريما. دونك اي سؤال ابنائي ولا استفسار خلوه لي في التعليقات نجاوب عليه في اقرب وقت ممكن، وكما نقول لكم كالعاده بالتوفيق ان شاء الله.